مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في، مرحبا داخل وخارج الوطن. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبعد تكريم النساء بمدينة طنجة الرباط والدار البيضاء، المنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي اليوم السبت 26 مارس الحالي بمدينة العيون بالصحراء المغربية بمقر مركز مباركة الزروالي للتربية والإدماج الاجتماعي. رئيس المنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي السيد إبراهيم أيت المقدم رفقة أعضاء المنتدى وحضور أعضاء جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بمدينة العيون، تم تقديم شهادة فخرية تكريما للمرحومة الإعلامية مباركة الزروالي مؤسسة الجمعية. وتعد المرحومة مباركة الزروالي أحد الأصوات الإعلامية بالقسم الإسباني بإدارة العيون، وتعتبر رحمها الله من المناضلات والفاعلات الجمعويات اللواتي قدمن خدمات إنسانية واجتماعية من أجل مساندة المعاقين. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. للاشتراك في قناة ديسكو أمين تي في لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم وتفعيل جرس ليصلكم الجديد، وشكرا.